دكتور، طب بشكل عام كده، لو في النهارده مجموعه من الشباب قاعدين بيسمعوا المكالمه دي وعايزين يتواصلوا مع المبادره ويشتركوا فيها ويستفيدوا منها، يتواصلوا مع حضرتك او مع حضراتكم ازاي؟ ان شاء الله في اطلاق المبادره احنا هنعلن عن طرق تواصل مختلفه في ويب سايت او الموقع هيبتدي التقديم من خلاله. في زي ما وضحت لحضراتكم تدريب بدا في محافظه سوهاج، ده هيبقى في اكثر من محافظه الفتره الجايه ان شاء الله. نبتدي من خلال مؤسسه حياه كريمه نتواصل مع الشباب على الارض وننزل لهم فعلا بعربيات متنقله اللي بتوفرها وزاره الانتاج الحربي، وبنوفر لهم التدريب في المحافظه نفسها بدل ما هو يبقى مضطر ان هو ينتقل لمحافظه ثانيه للقاهره او في مكانه في محافظته. هنوصل له في محافظته ان شاء الله، وهنوفر له كل التدريب اللازم ومتابعته اللازمه ان شاء الله. دكتور ايه، ابدا هتبدا امتى؟ هي ابدا بدات فعلا زي ما حضرتك، احنا من يومين بدأنا بالفعل ندرب مجموعه من الشباب، وحضرتك مش متخيله كم السعاده اللي احنا فيها قبلهم. الحمد لله بدأنا وشايفين الانطباع على الارض عامل ازاي. المشروعات الحمد لله بدأنا فيها فعليا. طبعا في تفاصيل اكتر بكثير هتبقى مع اطلاق المشروع، هتبقى يعني متاحه اكتر، هتعلن تباعا يعني طبعا تباعا. بس احنا طمن حضرتك، هي ابدا بدات فعلا. من الحاجات اللي اسعدتنا بجد دكتور ايه، يعني تقليل الفجوه الاستيراديه دي شيء رائع جدا جدا، نعتمد على نفسنا، كنا بنعمل كده زمان طبعا. وهترجع قوه عندنا مصر. عندنا منتجات تاني بسيطه جدا نقدر بمنتهى البساطه نصنعها، وعندنا منتجات بالزبط كبيره جدا. صحيح. عندنا احنا شفنا اتوبيسات انتوا عاملينها برضو الانتاج الحربي او حاجه، اتوبيسات جميله جدا، انا شفت كده تقرير مره وشكلها روعه وشكلها. احنا المنتجات يعني في المشروع دول الحمد لله بيغطوا مجموعه كبيره من المشروعات في صناعات مختلفه جدا، ومره بتقعد المنافسين في صناعه واحده على ترابيزه واحده يعملوا مشروع مع بعض. ده جميل جدا. القضاء على البطاله من الحاجات الحلوه اللي سمعتها. كمان بالنسبه للمصانع المتعثره يا فندم، ايه هيحصل ايه فيها؟ احنا بالفعل عندنا ده محور اساسي محاور المبادره، احنا شغالين عليها وبنتواصل معاهم من خلال مبادره حياه كريمه. ابتدينا ننزل فعلا ونقابلهم ونتواصل معاهم ونشوف ايه الدعم اللازم، سواء هو محتاج دعم في التصاريح في التراخيص، محتاج يتنقل من مكانه اصلا لانه مكانه مثلا في وسط مكان سكني ففي مشكله. فابتدينا نبحث ده مع الجهات المعنيه من وزاره الصناعه والتجاره، جهاز تنميه المشروعات، جهاز تنميه صناعيه، كل اجهزه الدوله صراحه طبعا بتعاون واشراف من رئاسه مجلس الوزراء. كويس جدا جدا كبير جدا، وبنحل كل ما هو متعلق وكل ما هو نقدر نساعده احنا طبعا معاه وبنساعده بشكل كبير جدا. صحيح. شكرا. طيب دكتور ايه، يعني احنا يعني بشكرك طبعا. هي قالت اولا صوتها كله طاقه ايجابيه وتعكس او انعكس علينا والله فبنات بجد. مصر دكتور ايه حسام 30 سنه على فكره، لو انا اسفه لو انا بقول العمر، بس يعني خبره في صوتك وفي تحليلك وفي تفسيرك وفي الطاقه الايجابيه اللي عندك في شابه عندها 30 سنه بهجتينا واديتينا امل. وعلى فكره ابدا مش بس للي عاوز يبدا، احنا بناكد تاني ابدا للي عاوز يبدا، وابدا كمان للي تعثر وعاوز يقوم تاني ويقف على رجليه ويشتغل. الناس عارفه يا ايمان بقى لنا سنتين واكتر في كورونا، في مصانع قفلت، في ناس قعدت في البيوت، في ناس كانت فاتحه بيوت كتير.